ما هو مرض حساسية القمح السيلياك؟ هو مرض مناعي مزمن يسبب اضطرابات هضمية ويصيب حوالي 2.2% من السعوديين. ينتج عنه تحسس الجهاز الهضمي من بروتين الجلوتين الذي يوجد في القمح والشعير ومشتقاتهم، ويسبب المرض ضموراً في الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة، مما ينتج عنه سوء امتصاص المواد الغذائية. ومن أهم الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب تشنج البطن والانتفاخ والغازات المعوية والتغيرات في نمط حركة الأمعاء، كذلك قد يحدث إسهال أو إمساك. إن العلاج بالتغذية الطبية باتباع حمية خالية من الجلوتين هو العلاج الوحيد لحساسية القمح، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن الحفاظ على حمية خالية من الجلوتين من شأنها أن تساعد على تحسين معظم حالات نقص التغذية عند مرضى حساسية القمح. لذلك فإن المنتجات المصنوعة من دقيق الذرة ودقيق الأرز لا تحتوي على القمح كليا، وتعتبر بديلا غذائيا لمن يعاني من السيلياك. ولأننا نهتم بتلبية احتياجاتكم الغذائية، بدأنا بتوفير مكرونة بيرفيتو الخالية من الجلوتين بشكلين مختلفين. مكرونة بيرفيتو، الأطيب دائما.